السلام عليكم الاخوه الاخوات، في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا الجوله ديالنا في اتجاه كتب المنتوجات. اذا هنا غادي نشوفوا الجديد في المجال ديال الفلاحه بالنسبه للمنتوجات. من هذه الشركات مختلفة، ماشي ديال البيبينيير، وهذا داكشي ديال الجديد في الكونينوس ديال التعبئة. هذا الآلات يعني حديثة ديال عصر الزيتون، إلكتروميكانيك. هادو الآلات باش كيديرو الترياج ديال الفواكه، هادي يعني كتقسم الفواكه الغليظة المتوسطة والرقيقة. هادي حتى هي ديال الترياج الانتقاء حال روبي. ندوزو لأجهزة أخرى، منتجات أخرى. هادشي ديال الضخ، الليفان، لي بومب، المدخلات. داكشي كله اللي عنده علاقة بالسقي.
هذا مدخل غطاسة اللي هي إيمرجي، وإلا هادو ماركة ديال تركيا. هادي عاود بيدرولو ديال إيطاليا، ما هو كل جديد بالنسبة للطاقة الشمسية، لأن هنا يستقي باستعمال الطاقة الشمسية. هادو عاود آلات الناس دائما ديال العصر ديال الزيوس. الماركات كاين ماركة إيطاليا، ماركة تركيا بالنسبة لهاد العصارات ديال الزيوت. هنايا ما هو جديد عاود بالنسبة لي الطاقة الشمسية، هادو ألواح شمسية فوتوفولتايك. تدخل كاين شركات كتعرض كل المنتجات ديالها. هو جديد بالنسبة لي الطاقات المتجددة، هادو كاين سواء هادو خاصين بالإمارة. لي زونيولار كاين لي زونديلار لي فارياتور، محولات ديال الطاقة الشمسية إلى الطاقة الكهربائية، استعمال إما للضخ أو لا للإنارة. برضو فيه 450 واط في الطاقة ديالو. هادو دا الفلترات ديال السقي، هادو كاين ديال الآلاس ديال الضوء، كاين الآلاس ديال المشكية ديال الحلب البقر. بولا هادو ديال أعتقد مش ماركة طليانية ديال الزيوت. هذا لك الكريوش باش كيديرو لاكليتير ديال الفيرمنت والضيعات الفلاحية. هنا المدخلات كاين مدخلات ديال السطحية ومدخلات الغطاسة. هذا داكشي ديال الكلاسيك.
ما ياكلش هذا، عنده معلقة بالسقي. ايفان لا، مش ديال البوتاغوت. الموس ليتويو لأن هذا الجناح تقريبا كله خاص بالري وبالسقي، وده لي بومب إيمرجين على مدخلات الغطسة. ودخل الداخل ديالها تبين لي تيربين، التيربين هما اللي كيطلعوا لها الماء أثناء دوران المحرك. هذا لي بومب دي سيرفاس، مدخلات ديال السطح اللي كنت كنجرب مثلا ديال الأجهزة ولا الأدوات ديال القطع، سواء قطع الربيع ولا ديال الشباب. هادشي مصور النهار الأول ديال الافتتاح، يعني كما كتلاحظوا الزوار ما كاينش تقريبا، كاين فقط العارضين.
إذا جميع يعني التكنولوجيات الحديثة في ميدان ديال الرمي. أنا عندك شباب كيف من المطاعم والمقاهي.